السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد. معكم كالعادة أحمد أسامة، واليوم هنلقي نظرة تحليلية على بعض الأسهم التي يجب التركيز عليها خلال تداولات الأسبوع القادم إن شاء الله، واللي هيبدأ من الغد. حابب أفكركم في البداية، لو حابين تتابعونا بشكل مستمر هتلاقوا لينك قناة التليجرام موجودة في أول كومنت، تقدروا تتابعونا منها بشكل يومي. طيب، أول سهم معانا هيكون سهم دار الأركان. دار الأركان تداولاته خلال الفترة الأخيرة طبقت نظرية وايكوف بصورة جيدة جدا بعد عملية مارك داون قوية جدا. ابتدينا ندخل في عمليات اكيوميليشن منذ بداية أو منذ نهاية شهر إبريل. شفنا إن احنا دخلنا في اتجاه عرضي، ثم ابتدى يتحول الاتجاه العرضي ده لتكوين هاير هايز أند هاير لوز مع الوقت، وبالتالي ابتدينا ندخل في شكل نوعا ما من أشكال الاتجاه الصاعد، لحد ما تأكد الشكل ده مع اختراق الحد العلوي لرينج الأكيوميليشن في يوم 13 أغسطس، ثم إعادة اختباره، ثم استكمال الصعود، وبالتالي توجهنا أو تحولنا إلى عملية مارك أب على سهم دار الأركان، وبالتالي متوقع إن إحنا يكون عندنا اتجاه صاعد خلال تداولات الفترة القادمة إلى أن يجد جديد. طيب، في الوقت الحالي نقدر نعمل إيه مع السهم؟ في الوقت الحالي زي ما إحنا شايفين خلال الفترة الأخيرة تخطينا منطقة مقاومة قوية جدا اللي هي كانت الهاي الموجود حول مستوى ال 8.70، بعد كده كان بيواجهنا هاي تاني حول مستوى ال 9.79، اقتربنا منه وابتدى يحصل عمليات هبوط خلال الفترة الأخيرة، قعدنا بيها اختبار منطقة الفليب زون اللي هي مستويات ال 78 اللي كانت تعتبر مقاومة قبل كده وتحولت لمستويات دعم. مع الوصول لمناطق الفليب زون ابتدينا نشوف بار صاعد بشكل قوي جدا، أو ابتدينا نشوف بار انعكاسي بشكل قوي وشكل يعتبر من أشكال عفوا يعتبر شكل من اشكال السلوك السعري اللي هيدفع الاسعار الى استكمال عمليه الاتجاه الصاعد خلال الفتره القادمه، وبالتالي ده ادانا فرصه لبدايه تكوين مراكز شرائيه على سهم دار الاركاد خلال الفتره القادمه. اعتقد هتكون مستهدفاتنا في المقاومه اللي حصل الارتداد منها، اللي هي تعتبر نوعا ما اصبحت ضعيفه بعد الارتداد الضعيف منها خلال الفتره الاخيره، اللي هي مستوى 9.81، ثم منطقة العرض الفرعية الممتدة حول مستويات ال 10.77 حتى مستويات ال 11.13. أيضا من الأشياء اللي بتدعمنا في النظرة الإيجابية لسهم دار الأركان خلال الفترة الأخيرة هي ارتفاع أحجام التداول بصورة كبيرة على السهم. زي ما شايفين أحجام التداول منذ بدء عملية الأكيوميليشن، يعني عملية الأكيوميليشن معناها عملية التجميع، العملية اللي صانع السوق فيها بيبدأ في تكوين مركزه، فبالتالي معنى إن احنا نشوف أحجام تداول مرتفعة بالشكل ده معنى فعلا إن حصل عمليات شرائية كبيرة جدا على سهم دار الأركان، وما زالت مستمرة، ما فيش صانع سوق هيدخل سهم عشان يحصل الصعود البسيط ده وبعد كده يبتدي يخرج، فبالتالي دخل الكميات قوية. نلاحظ إن الموضوع ده اتكرر قبل كده على سهم دار الأركان في المستويات دي، كل المنطقة دي كان يعتبر فيها كانت تعتبر مناطق اكيوميليشن لأن الاتجاه فيها كان عرضي، وشهدت أيضا ارتفاع أحجام التداول بشكل كبير جدا، وقتها شهدنا صعود للسهم من مستويات الخمسة والستة ريال حتى مستويات تقريبا وصلنا أيامها لمستويات ال 16 ريال أو ال 15 ريال، يعني تخطينا تقريبا ال 150% من السهم، وهي نفس العملية اللي بتحصل في الوقت الحالي، فده هو اللي بيدفعني إن أنا أكون نظرة إيجابية على سهم دار الأركان خلال تداولات الفترة القادمة. طيب، هنحافظ دايما على رأفة خسارة هيكون أسفل مستويات الفليب زون اللي هي مستوى 8.70، وبالتحديد هيكون واقف الخسارة لينا من المستويات الحالية حول مستوى 8.50. عارف إن نوعا ما واقف الخسارة يعتبر كبير شوية، لكن أيضا الأهداف تعتبر كبيرة، إحنا عندنا أهداف حتى مستوى 10.79، يعني تقريبا أهداف ضعف واقف الخسارة تقريبا 4 مرات، فده يعتبر شيء جيد او ما يقارب يعني ريسك ريش تقريبا 1:3 إلى 1:4، فيعتبر إدارة مخاطر كويسة جدا. وزي ما متعودين دايما ما بندخلش الصفقة بمخاطرة اكتر من 3% من المحفظة. ده بالنسبة لسهم دار الأركان. ايضا من الاسهم اللي موجودة معانا خلال اليوم هو سهم الاهلي. سهم الاهلي ايضا من الاسهم اللي شايف ان عليها فرص هتكون جيدة خلال تداولات الفترة القادمة. زي ما شايفين اغلاق تداولاته خلال الاسبوع الماضي اغلق حول مستويات ال 38.59، اعلى الترند الهابط الموجود ده، فبالتالي ده بيديله دفعة جيدة جدا خلال تداولات الفترة اللي جاية. زي ما شايفين السهم كان في مناطق اكيوميليشن، عمل اكستنشن لمناطق الاكيوميليشن خلال الفترة الاخيرة، نوعا ما خد شكل من اشكال الداون ترند خلال تداولات الايام الاخيرة، لكن في نفس الوقت تم اختراق الشكل ده خلال
خلال الفترة الأخيرة، فبالتالي ده بيعطينا دفعة جيدة إن احنا نستكمل عمليات الصعود خلال الفترة اللي جاية لاستهدافات تصل لمستويات ال 41 إن شاء الله من المستويات الحالية، مع الحفاظ على رف خسارة هيكون مستويات ال 37.89 من المستويات الحالية. ففرصة شايف أيضا من الفرص الجيدة مع تداولنا في الوقت الحالي حول مستوى ال 38.5. أيضا السهم قدر إن هو يخترق الترند الهابط اللي بيتداول أسفله منذ فترة طويلة جدا، عمل ريتيست لنفس المستوى ده، كون هاير هاي على الفريمات الصغيرة زي النص ساعة والساعة، شايفين ليه برايس اكشن يعتبر جيد جدا خلال الفترة الأخيرة، أيضا بيدعم عملية الصعود على السهم بقوة زي ما شايفين خلال الفترة الأخيرة. احنا كان عندنا اختراق للقمة دي ثم اختبارها، فأعتقد إن هو هيستكمل صعوده، هنستهدف هيكون عندنا مستهدفات 39 20 ثم الهدف الأخير حول مستويات ال 41 خلال تداولات الفترة القادمة. فدي أيضا تعتبر نظرة سريعة على سهم الأهلي اللي يعتبر من الأسهم اللي أيضا يوجد عليها فرص جيدة. طيب نروح بعد كده لتالت سهم معانا وهو سهم التموين. سهم التموين أيضا من الأسهم اللي شايف إن هي عليها فرصة تعتبر مميزة بداية من تداولات الأسبوع القادم إن شاء الله. السهم كون لنا السهم عامة بشكل عام بيتداول في اتجاه صاعد زي ما شايفين، بيكون هاير هايز وهاي لوز مع الوقت بشكل ممتاز جدا، وصلنا لمستويات ال 82 في الوقت الحالي، كوننا منطقة طلب فرعية على الفاصل الزمني للساعة ممتدة من مستويات ال 80 حتى مستويات ال 82 تقريبا. لذلك فأي دخول أو أي تكوين لمراكز شرائية من المستويات الحالية هيكون بداية من المستويات الحالية، هيكون مع الحفاظ على خسارة حول مستويات ال 79.5، هيكون استهدافاتنا في مستويات ال 86 خلال تداولات الفترة القادمة بإذن الله. دي كانت دول كانوا ثلاث أسهم إن شاء الله هنركز عليهم خلال تداولات الفترة القادمة. هيكون معانا فيديوهات تانية هنركز فيها على بعض المراكز الاستثمارية، وفيديو تاني هنستهدف فيه الفرص أو الأسهم اللي عليها فرص للمضاربة اللحظية بداية من تداولات الأسبوع القادم إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق، وزي ما عارفين كالعادة تقدروا تتابعونا من خلال قناة التليجرام اللي هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في أول كومنت. كان مع حضراتكم أحمد أسامة، ألقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.